عندنا ورشة عمل خاصة لتذوق القهوة بناء على معايير معهد جودة القهوة وأيضا جمعية القهوة المختصة. الشباب الآن يتذوقون القهوة يقارن بالحمضية على القوام على الطعم، يتم تحديدها بناء على جدول معين أرقام معينة. حاليا الآن الشباب يقيمونها في وقت واحد بسبب ضيق الوقت وكذا، لكن هي أشبه ما تكون بالتدقيقية.
you.